وهناخدكم دلوقتي ونروح على الكويت، حيث ينضم الينا سياده السفير طارق الكويني من هناك لايف. يسعد صباحك سياده السفير، وطمنا على الاجواء بشكل عام كده في السفاره وعن اقبال المصريين والصوره اللي احنا شايفينها قدامنا من الكويت. لا، زي ما انتم شايفين كده الصوره جميله والاقبال كبير، والجموع سجدت منذ صباح باكر قبل فتح باب الزراعة، طوابير طويلة خارج أبواب السفارة، وإقبال كبير جدا من الناخبين على أداء حقهم الدستوري والمشاركة في العملية التصويتية للانتخابات الرئاسية. إحنا كنا نتوقع هذا الإقبال الكبير، ولكن الشكل اللي ظهر عليه أعداد الناخبين اليوم لم يكن متوقع بهذا القدر، خصوصا ان هو يوم جمعه وقبل ساعات صلاه الجمعه، ونتوقع انه بعد الصلاه ستكون هناك ساعات ذروه في وقت العصر والمغرب ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا سياده السفير طارق الكويني من دوله الكويت.